هذه تعلم جيدا انه في بدايه عهد السيد رئيس الجمهوريه كان تعهد انه يكون فيه شبكه فلاحيه او شبكه تجاريه وتمكن ان تحمي المنتج وتحمي المستهلك. اذا فهذه الفضاءات خلق الفضاءات التجاريه سواء كانت مواد غذائيه سواء كانت مواد فلاحيه سواء مواد اخرى انطلقنا فيها منذ مده. اليوم مشينا الى شيء اخر اللي انطلقنا فيه مع السيد الوالي منذ حوالي 4 أشهر نمشيو باش اننا نخصص الاسواق. اليوم عندنا العنب عندنا انتاج كبير يتجاوز 7 مليون قنطار. الحمضيات تجاوزنا هذه السنه 1,700,000 طن من الحمضيات. في التمور عندنا انتاج وفير، في الطماطم عندنا انتاج وفير، في التفاح والفواكه عندنا انتاج وفير. اذا كان لزاما علينا اننا اولا نحمي الانتاج ونحمي المنتج اللي هو الفلاح، كذلك نحمي المستهلك بتنقيص الوسطاء، يعني كاين وسطاء كثير اللي يدخلوا، وهذا ما نقدرش نقضي عليه الا بخلق فضاءات متخصصه. اليوم في بومرداس خلقنا هذا السوق للعنب اللي مباشره بعده راح يكون سوق للحمضيات، في خنشله خلقنا سوق للتفاح، في ميلا خلقنا سوق للثوم، في ورقله وبسكره خلقنا اسواق للتمور، في واد سوف اسواق للطماطم والبطاطا. اذا كاين اسواق متعدده اللي تمكن اننا كما اليوم العنب مثلا هنا في هذا السوق كنا نشوفوه في عند المستهلك ياكلوه باسعار مرتفعه جدا، اليوم رانا نشوفوه ب 6000 7000 يعني في متناول الجميع حسب النوعيه، يعني هو متناول الناس. حتى الفلاح اللي يجي او المونداتير اللي يجي يديه باش يوزعه في الاسواق يدي لابتيت مارجن تاعو، لكن يلحق للمستهلك باسعار يعني معقوله. قلت الهدف منها اولا نحافظ على القدره الشرائيه لكن كذلك نحافظ على الانتاج، وفي نفس الوقت راح يتوضح ان الفائض من الانتاج هذه السنه ان شاء الله نعلن اننا سنصدر ان شاء الله لا تريبل كونسنتري طوماط اللي كانت عندنا، يعني المركز الثلاثي تاع الطماطم والمركز الثنائي تاع الطماطم اللي كنا عندنا عجز فيه وكنا في بعض الاحيان نستورده.